تحية مجددا لكل أوفياء الدكتور محمد الفايد في برنامجكم كل يوم اثنين وخميس فوائد صحية. غادي نكملوا في نفس الموضوع ولكن هذه المرة مع التغذية الصحية والسليمة للرجال كبار السن. دكتور مرحبا بك مجددا وشكرا لك لتلبية الدعوة. مرحبا وأهلا وسهلا وتحية طيبة لكل المستمعين الكرام. شكرا لك. سنكمل الحلقة التي بدأناها الأسبوع الماضي حول تغذية المسنين الأشخاص اللي عندهم أعمار تفوق 60 و70. هذو غالبا كيكون عندهم مشاكل صحية ويلزمهم عناية يعني أكثر من علاج، لأن العناية صحيح. في هذه الأعمار هذه تكون مهمة. تكلمنا في الحلقة الماضية على مشكل عند النساء، أن الشيخوخة عند النساء ليست هي الشيخوخة عند الرجال، ليست بنفس الحدة. وكنلاحظوا غالبا النساء يعني كيتشكاو من هذا المشكل ديال هشاشة العظام، ألم الركبة، ألم المفاصل، أشياء هكذا يعني من هذا النوع. وهذه أشياء تترتب عن عن المواد التي كانت تستهلكها المرأة قبل هذا العمر. طبعا أن المشكل يعني يكون عنده إذا تكون نتيجة لبعض الأخطاء أو بعض العادات، استعمال كثرة الأدوية، استعمال كثرة بعض المواد الغذائية خصوصا مشاكل من الأشياء المقلية في الزيت وكثرة السكريات، حتى بعد المعادن الثقيلة، يعني حتى أواني الطبخ الآن أصبحت يعني تؤثر بشكل مباشر على صحة الناس. فالنساء من الأحسن، تكلمنا في الحلقة الماضية، من الأحسن إلى غاو الشيخ وقد تكون مزيانة وما يكونش عندهم واحد سيل اليأس مبكر، ما يكونش عندهم يعني ظهور بعد ضمور على الجلد بحال الوجه، بحال كما قلت تجمع مياه في المفاصل في الركبة على الخصوص. ثم كيكون حتى بعض النساء قد يكون عندهم مشكل ألم رأس، ويكون عندهم حتى مشاكل أمراض القلب والشرايين، ارتفاع الضغط على الخصوص اللي هنا كنلاحظوا عند هاد النساء. فاليوم غادي نتكلموا على المسنين الرجال، يعني الشيخوخة عند الرجال. وطبعا بعد 50 سنة، 50-55 حتى 60 سنة، كاين الناس اللي غادي يوقع عندهم شيخوخة على 45 سنة، لأن عندنا مشكل باركنسون. الآن باركنسون بدا كيظهر على 30 و35 سنة، كاين مرض باركنسون بدا كيظهر على على عند الرجال. ألزايمر، مازال ألزايمر كيكون أعمار شوية متقدمة 90 سنة فما فوق، ولكن الألزايمر بدا كيهبط، يعني بدينا كنلاحظوا بعض الحالات على 60 65 70 سنة بدا يعني ربما يخرجوا واحد بداية ديال الألزايمر. ثم أمراض القلب والشرايين، علاش؟ لأن كيكون تصلب على مستوى يعني الشرايين، كيوقع واحد التصلب، ما كيبقاش تمدد، هادوك الشرايين ما كيبقاوش إلاستيك، ما كيبقاش تمدد، وكيكون مشكل ديال الدورة الدموية. غالبا مشكل الدورة الدموية، كيحسوا بألم الرأس، كيحسوا حتى ضجر قلق، يكون بعض مرات قلق عند هاد الرجال هادو اللي كيوصلوا لهاد السن. فبعد 55 وبعد 60 سنة، من الأحسن احنا كنعطيو غير نصائح وما كنلزموش الناس يعني، ولكن نصائح جيدة يعني وفي محلها. فمن الأحسن هاد الأعمار كي عليين 60 سنة غادي يكونوا كالوا لحوم وسكريات وتبرعوا يعني، فعلى الأقل هاد الشيخوخة يعيشوها بجودة جيدة. ومن الأحسن يعني يمتنعوا عن تناول كثرة اللحوم، يعني الشحوم الحيوانية، الدسم الحيواني، لأن النساء تكلمنا على مشكل خلل هرموني، تكلمنا على مشكل شيخوخة مبكر يعني مينوبوز، هذه سن اليأس مبكر. فالمشكل عند الرجال غالبا يعني سيتركز 70-80% في البروستات، يعني انتفاخ البروستات. وهذا التضخم البروستات عند الرجال السبب الرئيسي للأبحاث العلمية منذ الستينيات، كتبين على أن علينا أبحاث علمية، مش إحنا ملي كنقولوا أبحاث راه أبحاث إحنا بشاركنا فيها، مش أبحاث علمية نقلناها من الإنترنت ولا ولكن المنشورات اللي عندنا، المنشورات اللي بين أيدينا، وبعض الأفكار لأبحاث التي درست يعني بتدقيق. فالعامل الأول اللي كيتسبب تضخم البروستاتا عند الرجال هما الشحوم الحيوانية والكوليسترول. يعني هذه ظاهرة وبينة. ففي الأول كيكون تضخم بروستاتا، في الطور الثاني
يصبح سرطان البروستاتا. هو كيبدا بتضخم البروستاتا ولكن من بعد كيولي سرطان البروستاتا اذا ما تعالجش، اذا لم يكن هناك علاج فطبعا غادي يؤدي بدون يعني شك لمشكل سرطان البروستات. فتضخم البروستات كتسبب فيه الشحوم الحيوانية وكتسبب فيه كذلك إلى اجتمعوا الشحوم هي فيها الدسم المشبع مع الكوليسترول، إلى اجتمعت مع السكر هناك يولي مشكل، يعني أنك الشخص ربما يعمل ساندروم ميتابوليك وكيولي عنده السكر من النوع الثاني. هادو الناس المسنين هادو الرجال عندهم إما تضخم البروستاتا إما كيظهر عنده السكر الكلية السكر النوع الثاني. نعم. يعني غالبا غالبا السكر النوع الثاني كيظهر عند الناس يعني فوق 50 و55 سنة. الناس اللي عندهم 65 و70 قليل اللي ما عندوش هذا السكر النوع الثاني، اللي ممكن يتضبط بالنظام غذائي جيد، ممكن غير هذا تنظيم الوجبات وطبيعة الأكل وطبخ المنزل، استعمال زيت الزيتون، استعمال أشياء هكذا اللي كانوا عليها الناس من قبل، أشياء طبيعية جيدة اللي متوفرة في المغرب الحمد لله، ما عندناش مشكل احنا مع هذه المنتوجات. كاين دول الآن اللي ما عندهاش مثلا زيت الزيتون، كاين دول اللي ما عندهاش أسماك مع ذلك عايشة بسلام، فالحمد لله احنا عندنا زيت الزيتون، عندنا أسماك، عندنا حبوب مثل الشعير، عندنا قطاني، عندنا أشياء يعني جيدة لهذه الناس هذو ممكن تغذيتهم إلى غير نظموا الوجبات فممكن هذا السكر يتفادوا. ولكن هذا المسنين هذا يعني الرجال على الخصوص اللي فوق 60 سنة عندهم كما قلت إما تضخم البروستات إما ظهور السكري النوع الثاني مع ارتفاع الضغط، يعني غالبا كيكون حتى ارتفاع الضغط عند هذه الناس هذو. لماذا؟ لأن تصلب الشرايين، يعني هذا النسيج الشرايين لما يتصلب ما كيبقاش تمدد يعني كما قلت إلاستيك، فطبعا كتكون دورة دموية شوية حرجة، تكون دورة دموية يعني حرجة جدا. والأشياء هذه اللي تساعد على تمدد هذه الشرايين هو الحمض الأميني الأرجينين، والأرجينين موجود في الفواكه الجافة مثلا حل اللوز والجوز، والأرجينين موجود في بعض خشاش الأرض بعد النباتات، يعني بحال الخبيزه بحال السلق بحال هذا الحميضه بحال الاشياء هذه اللي المغاربه يعني كانوا تاكلوها من قبل، كان يعني تستهلك لكثره، هادو كيساعدوا على هذا. فتغذيه المسنين لازم يكون فيها حمض الاوميغا 3 لانه كيساعد على الدوره الدمويه وما كيخليش الهوموسيستين تراكم في الشرايين، يعني لأن الهوموسيستين إذا جمعت في الشرايين هي المشكلة، هي اللي كتحفر هذه الشرايين اللي كيظهر الأتيروسكليروز، يعني هذه يعني تصلب الشرايين مع انسدادات، ليس انسدادات فقط، يعني الشرايين كيتصلبوا ما كيبقاوش إلاستيك ما كيتمدوش، ثم تكون بعض السدادات يعني بعد البلاك هادو اللي كيسدوا هذه الشرايين، فكيوقف الشخص ربما يوصل حتى لحالة كوما، حالة غيبوبة. ارتفاع الضغط طبعا غادي يكون عنده ارتفاع الضغط، ثم كيبقى عنده مشكل القلب، لأن غالبا هاد أمراض القلب والشرايين هي المسنين يعني أغلبهم عندهم هذا المشكل. ومنقول أمراض القلب والشرايين يعني راه من ارتفاع الضغط حتى الانسدادات حتى يعني هذا التخريب لهاد الأوعية الدموية من الداخل، وتجمع بعد هادو لي بلاكيت، تجمع بعد الأشياء اللي لي بلاكيت هادو يعني اللي كتكون بعض الأجسام داخل هاد الشرايين اللي كتخليهم يضيقوا، كيكون ضيق في هاد الشرايين. فالتغذية لازم نعطيه للناس يعني الحل طبعا، فإذا تجنبوا هاد الشحوم الحيوانية وتجنبوا السكر، تجنبوا كذلك البيروكسيدات يعني الأشياء المقلية في الزيت وهاد فاست فود وهاد مشروبات غازية الحلويات، هاد المسنين ما يقدروش على هاد المواد هاد، لأن الجسم لا يتحمل يعني سمومية أكثر ولا يتحمل مضافات غذائية وبعض الأشياء هذه يعني اللي كتجي من الصناعة ما كيتحملهاش هذا الجسم، لأن طبعا الهضم كيكون بطيء والامتصاص كيكون متراجع، الدورة الدموية كتكون متراجعة، يعني حتى الشخص تنفس دياله حتى الأكسجين كيكون ناقص ما كيدخلش يعني بكمية جيدة الجسم عند هاد المسنين. فلازم يتجنبوا كما قلت يعني
الأشياء الطبخ السريع بحال المقليات والسكر والشحوم الحيوانية. الأشياء اللي جيدة الآن هي الأشياء اللي فيها الكالسيوم، الأملاح المعدنية اللي هما الحبوب بحال الشعير بحال الذرة بحال الدخن، هذا اللي كنسميه هيلان في المغرب، بحال القطاني. القطاني جيدة للناس المسنين لأن فيها بروتينات نظيفة وفيها أملاح معدنية بحال الموليبدينوم، والموليبدينوم هو اللي كيخرج السموم من الكبد، يعني هو اللي كيحفز سلفات أوكسيداز، واحد الأنزيم اللي كيخرج السموم من هذا الجسم. وعندنا مزيد الزيتون، كاين الفواكه الجافة اللي فيها حمض الأوميغا 3 بحال اللوز الجوز، حتى الفول السوداني هذا يعني لا رشيد، هذا الكاوكاو فهو جيد داخل مع هذه الفواكه. ثم يكون خضر وفواكه، هذه ما نتكلموش عليها، خضر والفواكه هذه التغذية ديال الجميع، هي التغذية السليمة هي الخضر والفواكه. وإلى أضافوا بعض الأشياء يعني بحال مثلا الوجبات الطازجة اللي ما كتطبخش، الأشياء اللي ما كتطبخش يعني هذه الأشياء الطازجة. لماذا؟ لأن الهضم والامتصاص كيكون متراجع، وهذه الأشياء الطازجة كيكونوا فيها أنزيمات كتساعد هاد المسنين، كتساعدهم يعني كثير على يعني هذا على صحة جيدة، الإنسان يبقى يوقف يبقى يتمشى يبقى مزيان جيد ينام يعني بسلام إلى آخره. هذه الأشياء المهمة هي الأملاح المعدنية مثل البوتاسيوم، وكذلك حمض الأوميغا 3، ثم الكالسيوم، كالسيوم بوتاسيوم مغنيسيوم، هذه الثلاثة هذو. الحديد طبعا الجسم ما كيحتاج حديد أكثر، كيحتاج كالسيوم أكثر يعني كمية كبيرة. ثم حمض الأوميغا 3 مع الأملاح المعدنية مع زيت الزيتون في حمض الأوليك. ثم يحتاجوا فيتوستروجينات، الفيتوستروجينات موجودة في الحبوب، وغادي نطول في الفيتوستروجينات. لماذا؟ لأن الفيتوستروجينات مع مع الفيتوستيرول، هذه المكونات موجودة في الحبوب. يعني المصدر الأول هو الحبوب، هذا البذور مش الحبوب، بذور بحال حبوب الكتان، بذور الكتان والحلبة، الحب الرشاد، السمسم، هذا الزنجلان، كاينه في حبة حلاوة، في النافع، في القصبر، الحبوب، الأشياء هذه كلها يعني أكل ماشي خلطة، هذه الناس يتقدوا هذه الحبوب هذه يكون في الأكل ديالهم، اللي لقاوها غالية قلبوا على واحدة رخيصة، لأن ماشي بالضرورة يكونوا كلهم في المنزل. إلى شخص عنده حبوب الكتان جيد، إلى عنده الحبة السوداء جيدة، إلى عنده مثلا الزنجلان جيد، يعني ما كيلاش يقلب على 15 و20، يعني واحدة ولا اثنين كافية جدا، مش بالضرورة يكونوا كلهم، ومش بالضرورة يكونوا بكمية كبيرة، يكونوا مع الأكل فقط. يعني إضافة هذه الحبوب للأكل ضرورية. لماذا؟ لأن الفيتوستروجين مع الفيتوستيرول هما اللي كيخفضوا الضغط، هما كيساعدوا على تمدد، على هذا تمدد للشرايين، ما يكونش مشكل يعني ديال الدورة الدموية ما يكونش عنده مشكل. ثم اللي معروف احنا عندنا في علم الأغذية، علم التغذية، اللي معروف أن الفيتوستروجين والفيتوستيرول هما المكونات اللي كيخفضوا الضغط عند جميع الناس ليس المسنين، ولكن المسنين ضروري. لماذا؟ لأن أغلب ديال الناس المسنين كيكون عندهم المشاكل الكبرى هي هذه اللي قلت، أمراض القلب والشرايين وتضخم البروستات، ثم طبعا ارتفاع الضغط مع السكري رقم هذا النوع الثاني، ثم أشياء أخرى مثل ألم المفاصل، مثل انحناء الظهر، مثل ألم الركبة، هما عندهم مشكل، لأن كاين الناس اللي ما كيقدروش في الصاله، كنلاحظوا في الصاله في المساجد ان هاد المسنين كلهم عندهم كراسي، ولو كيديو معهم كراسي ما كيبقاش يقدر يسجد. علاش؟ لان ما يقدرش يتني الركبه ديالو، ما يقدرش يجلس على ركبته نهائيا، وما يقدرش حتى يصبر على ديك مثلا يتربع على الارض، يعني يطرح على الارض ويتربع وما يقدرش. لماذا؟ لان ملي كيكون مربع رجليه كيضروا ظهره، مش رجلي اللي كيضروا، كيضروا ظهره، لان هذا العمود الفقري كيكون منحني شيئا ما، وما يقدرش ما يصبرش، الجسد تكون غير سليمه أسفل، نعم اسفل العمود الفقري غادي يكون ما يبقاش يحس به، الا بقى جالس مثلا واحد نصف ساعه ما يبقاش يحس كاع بالاسفل ديال العمود الفقري. لماذا؟ لان الدم الدوره الدمويه ما توصلش لهذيك المنطقه، وطبعا كيحس بها ميته. وهذه الاشياء هذه راه ممكن الناس يتفاداوها، لان الخروج في الليل يعني عدد المرات اللي كيخرج الشخص في الليل هي كتبين الى اي حد هذه البروستاتا منتفخه، تضخم البروستاتا. اذا كانت البروستاتا منتفخه يعني منتفخه جدا، فكتبقى تضغط على المتانه، هذه النبوله كتضغط على المتانه طبعا، والشخص كيحس بانه خصو يمشي للمرحاض، يعني كيبقى الشخص بعد مرات كيخرج 5 7 10 المرات
صحيح. ولكن بدون أي شيء، ما يخرج منه أي شيء. لماذا؟ لأن هنا هذا هو المشكل، يعني أولا الناس ما كيشربوش كمية جيدة من الماء، ثانيا هذه الكمية إلى وصلت للمتانة ما عندهاش فين تستقر، لأن المتانة الحجم ديالها كيضيق، لأن البروستات كتضغط على هذه المتانة والحجم ديالها كينقص. فهذا يعني هذا العرض باين عند المسنين، يعني الناس اللي عندهم والديهم ولا عليا، كلنا غادي نوصلوا لهذه المرحلة إلى وصلنا لها إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي كل شيء الناس غادي يوصلوا لهذه المرحلة، يعني دائما بعد يعني لابد من الشيب، يعني لابد من شيخوخة. وهذه المسائل هذه ممكن غير تنظيم كما قلت، تنظيم الوجبات وتنظيم هذا الشخص ينظم الأغذية دياله، ممكن يتفادى بعد على الأقل 50-60% من هذه الآلام وهذه المشاكل اللي يعني ربما تجيه غير من كما نقولوا احنا من فلوسه. صحيح، يعني نتفادوا هذه النتيجة هذه اللي كتأثر على الصحة ديالنا سلبا وفي دنا، وبإمكاننا أننا نحتاطوا أكثر من خلال التغذية ديالنا اللي انت كتفضل دكتور محمد الفايد على أن تعطينا نصائح وتعليمات وفوائد صحية. دكتور استراحة قصيرة جدا وغادي نرجع نستضفوا معنا أو نستقبلوا مكالمة، خليك معنا في الاستماع. الآن فوائد صحية مع الدكتور محمد الفايد ووسيمة بوحداد. إذن المجال مفتوح لكل الأوفياء والمستمعين بعد ما أضفنا وقت أطول شوية على الوقت اللي كان قبل نصف ساعة، نزولا عند رغبة كل المستمعين الأوفياء اللي كيبغيو يتواصلوا مباشرة مع الدكتور محمد الفايد مشكور، ما كيبخرش علينا بالمعلومة ولا بالفوائد الصحية. لهذا معنا متصلة أو متصلة على الخط. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك للا. أول حاجة كنشكركم على هذا البرنامج الشيق، وكنشكر خاصة دكتورنا الفاضل اللي ما كيبخلش علينا بالنصائح ديالو. مرحبا، الاسم كريم. مرحبا. إشراق من الدار البيضاء. إشراق معك الدكتور مباشرة، تفضل. شكرا، بارك الله فيك. دكتورنا الفاضل بغيت استشارة ونصيحة، الله يكثر خيرك، بخصوص الأخت صافية أم نور. هاد الأخت في 2009 فقدت السمع في الأذن اليسرى، وقع لها موك ديكيليبغ في رجليها، واللي عندها طانين ولي ماشين خدامين في ودنها. دارت فحوصات تقريبا 20 طبيب اللي زارتو جميع التخصصات، عجزوا عن التشخيص. بقات كدور في دوامة فارغة لمدة سنتين، وسلمت أمرها لله حتى 2017 جات انفلاماسيون في العين اليسرى، ولات كلها حمراء ولا طنسيون ديالها وصلت 40. مشات عاوتاني عند واحد طبيب قال لها عندك لو فييز، خدات الدواء ما دار لها والو. اخر فحوصات لقات واحد الغده الدرقيه ما خداماش، ولا فيتامين دي ناقصه 10. قالوا لها ديري العلاج الكيميائي، خافت منه. حاليا مشات عند طبيب واحد اخر قال لها دار لها لي زاناليز اللي غيمشيو لفرنسا، ونصحها بالعلاج البيولوجي. حالتها حاله طارئه ومستعجلة، لا تتقبل الانتظار، وعينها كتحرق مسكينة. أرجوكم المساعدة والتدخل. خير إن شاء الله. شحال في عمرها هاد السيدة؟ شحال عندها؟ 43 سنة. 43 سنة. خير علينا، هاد المسائل ماشي غاديش ما غاديش تكون بديك السهولة ديال إن شاء الله راه سولت في برنامج وراه غنتعالج. هادي مسألة مفروغ منها، هادي الناس ما لازم يظنوا هاد الأشياء. نعم. النصائح، هاد المرأة هادي عندها ملف معقد، غير أتيت خدام فورماسيون دكتور، هي راه دايره قناة أم نور في اليوتيوب، راه متبعاك من ألف حتى لزاد، من أ حتى لزاد. نشوف. لا، هذا ملف معقد وحالة عرضية، حالة عرضية. نعم. تستوجب علاج وتستوجب طب وتستوجب يعني كل شيء، ما يعني إلا جاوبتها غادي نكذب. لا قلت لها مثلا عملي هذه وهذه وهذه غادي نكذب عليها، غادي نكذب. طيب يعني إشراق، إشراق غادي نحتفظوا بالرقم ديالك اذا ممكن. نعم. في قدر المستطاع اذا كانت تصيفط رساله على الخاص، على الاقل نعطيوها ارشادات. نعم. حتى كيفاش تتعامل مع الطب، يعني كيفاش تتعامل مع العلاج. راه هادشي اللي بغاتها دكتور، من 2009 اللي كتحاول تتصل بك دكتور وما عرفتش كيفاش تقدر تواصل معاه. انا ما عنديش، انا كنعطي ارشادات ونصائح للناس فقط، انا ما كنستقبلش وما عندي عياده ما عندي مكتب. تحتاجوا فقط الى نصائح، تحتاجوا الى نصائح باش كترشد في طريق الصواب اللي تمشي عليه. شوف، تدخل على الخاص، تبعث رساله على الخاص ان شاء الله ونجاوبها في قدر المستطاع ان شاء الله يكون خير. ولكن شكرا، الله يكثر خيرك دكتور، الله يكثر خيرك. شكرا، ان شاء الله يكون خير. ان شاء الله يكون خير.
طيب إذا كانت هذه رسالة إشراق بالنيابة على السيدة صفية اللي كتعاني من المرض، وكانت الإجابة في الصميم للدكتور محمد الفايد، لأن صعيب عليه يعطي وصفة أو يعطي تفصيل للحالة ديالها، لأن كتحتاج تشخيص، كتحتاج متابعة، والملف معقد كما تفضلتي دكتور وقلتي، ولكن صفية كتحتاج فقط للإرشادات على إيد. هذا هو الهدف من البرنامج، يمكن لكم تتابعوا الفوائد الصحية. لا أكيد هو لازم يعني هذا البرنامج على كاب راديو لازم يصحح بعض الأفكار اللي مغلوطة، أن غادي نتصل بالشخص وغادي يعطيني على الهواء هكذا، على الهواء يعطيني وصفة ولا عشبة ندقها وناكلها وغنصح، ولكن هذا المفهوم وهذه التصرفات لازم نتصحح. ولكن إشراق دكتور كانت واضحة في الرسالة ديالها، كانت ربما محتاجة مجرد تعليمات أو إرشادات، وحنا ضد هذه الفكرة، ما كنعطيوش وصفات. نساعدوها في قدر المستطاع، اللي قدرنا عليه لا يمكن احنا ما نساعدوش الناس، لا يمكن. صحيح دكتور، والهدف هو هذا، حتى الإنسان على الأقل يتكلم غير مع المريض غير كلام طيب ويضحك معاه، ولا دم النفسي كيلعب دور في المساعدة. يعني لا يمكن احنا نخليه مريض ما نساعدوش، من المستحيل، لا يمكن. طبعا نشوفه كما قلت في قدر المستمع اللي قدرنا عليه، لأن كما قلت هو عنده ملف ثقيل. صحيح، الأشياء غنوريوها على الأقل كيفاش تعامل مع هذا الملف فقط، وإن شاء الله ربما يكون خير عليه. بعد مرات تكون أمور بسيطة وكيكون تكون نتيجة حسنة، إن شاء الله يكون خير. إن شاء الله خير إن شاء الله. هذه السيدة عموما غادي إن شاء الله نعطيها إرشادات صائبة، ليس على الهواء، لأن هذه حالة خاصة، إحنا كنعطيه نصائح عامة للناس باش ما يوصلوش للمرض، يكون أحسن إلا ما وصلوش للمرض، وحتى إذا وصلوا للمرض يعرفوا يجب أن يقلعوا عن الأشياء التي أوصلتهم للمرض. لكن يعني تسمى علاج ينتظر علاج وهو لا زال على الأشياء التي سببت له المرض. نعم، يعني هذا غير معقول. مثلا نعطيك مثال، أن اللي معروف عند أصحاب السكر المصابين بالسكري، نعم، هذه معروفة عالميا أن الأطباء كمنعوا عليهم الأشياء اللي فيها السكر، معروفة هذه. نعم، ولكن الناس اللي عندهم أمراض القلب والشرايين ما معروفاش أنهم لازم يحبسوا الشحوم الحيوانية. يعني ها احنا عندنا مرض، عطين الناس النصيحة جيدة أن مالين السكر ما يأكلوش الحلوة السكر، ولكن مالين أمراض القلب والشرايين فهما أنا خصهم يمنعوا عليهم الشحوم. يعني خص هكذا الأمور تمشي، يعني ماشي واحد المرض يعني نركزوا عليه ونعطيه عناية أكثر من مرض آخر. يعني وهذا الناس اللي عندهم أمراض القلب والشرايين اللي مازال كياكلوا شحوم مشبعة ومازال كياكلوا أشياء فيها الكوليسترول وكياخذوا أدوية ديال القلب باش يتعالجوا، كاينش علاج 100%، عندهم علاج 30% و20%، وفي الأخير غادي يلقاو رسوم بأنهم خير خير إن شاء الله. دكتور عندك شي سؤال؟ عندك شي سؤال لحنان؟ هذا بغيت نعرف غير اكزاكتومون واش هاد يعني الابتعاد كليا عن ما كل ما هو بروتيني يعني حيواني هذا قدر ياثر عليه، وهذا الزيت هذه كيفاش نقدروا نستعملوها، واش هي حقيقيه ولا لا؟ هو الدكتور غادي يجاوبك مباشره. دكتور عندك شي سؤال حنان؟ عموما هاد السيده اذا كانت كتستمع من اول البرنامج، إذا كانت كتسمع لينا من أول البرنامج، إحنا تكلمنا على الأمور اللي جيدة واللي خصهم يمتنعوا عليها الناس اللي عندهم إما تضخم بروستات عليهم. عموما أنا قلت بأن هاد الناس في هاد الأعمار من اللي كيكبروا كيكون عنده تضخم البروستات أو كيكون عنده أمراض القلب والشرايين والسكري نوع ثاني، كيكون عنده ارتفاع الضغط وعنده هشاشة. هذه مسألة مفروغ منها، هذه لأن هذا الشخص هذا كان عليه رد البال، إحنا كنقولوا الناس ردوا البال للنظام الغذائي باش ما توصلوش لهذه الحالة. ولكن دكتور هو وصل تضخم البروستات على الأقل اللي وصل للستاد هذا الطور ديال تضخم البروستات، هذا الطور هذا ما فيه مشكلة، هذا إلى غير تراجع على الشحوم الحيوانية والمواد هذه اللي تكلمت عليها يكون لاباس، إلى رجع النظام دياله جيد غير لاباس طبعا يكمل العلاج، يعني ماشي لاباس. أما الإنسان يمرض ووصل السرطان والشيموثيرابي والراديوثيرابي عادي بدأ يسأل على الأعشاب، ربما ما غادا تفيدو فاش، لأن هنا واصل مرحلة ديال كونسير إكسبريمي، هنا كونسير خارج يعني بروستات، وربما البروستات كتعطي غالبا كتعطي العظم يعني كيدوز يتعمل، فإلى النظام ديالو تنظم على الأقل ما يوصلش للميتاستاز، ما يوصلش يعني للسرطان معمم. نعم، غادي يعاونوا هاد المسائل، الحالة ديالو ما غادي تكونش أكثر تدهور. المشكل ديال ذريعة القرعة ربما هو غادي يبقى يتسنى في ذريعة القرعة تعالجو وغادي المرض يزيد، فاحنا كنحذروا الناس من هاد الأشياء هذه. ذريعة القرعة داخلة في الأكل وليس في العلاج، ذريعة ديال القرعة الناس ياكلوها مع ذريعة نوار الشمس
ذريعة قرعة وذريعة نوار الشمس وحبوب الكتان والحبسة والحبش، هذه ماشي خلطة، هذا أكل، هذا الناس يدخلوه للنظام الغذائي، ماشي يتسنى حتى أي مرض عادي يرجع للأعشاء. هذا هو الخطأ اللي كيطرحوا فيه الناس. ملي كنكونوا نعطيو النصائح ما كينتابهوش الناس، حتى كيمرضوا حتى كيخرج السرطان. يعني كيبقى يقول لك موت وحده كاينه، تهور، كاين تهور، كاين تهور، ثلاثه مرات يقول لك موت وحده كاينه، انا كب لي المناضه بغيتها، انا اعطيني شويه ديال اللحم انا دير لي. كيقول موت وحده كاينه، ولكن ملي كيمرض كيبدا يقلب على العشو، يبدا يقلب على العلاجات الطبيعيه والبيولوجيه، ويسول على فين كاين شي واحد اللي كي هنا. هذا هو الخطا، هذا هو اللي بغينا نصحوه حنا الناس. انا حتى بالفرنسيه ولاو كيقولوا هذا المثل ديال ما كاين موت وحده كاينه، يعني كاين سولفي. راه بداو كيحاربوها في اوروبا هذه القضيه ديال ينيا كاين سولفي، بداو كيحاربوها. هذا المصطلح خصو يتسحب من عند الناس، وحنا عندنا في المغرب عندنا هذا المصطلح مع الاسف. الناس كيقول لك كاينه عموت وحده، صحيح، متداول متداول، هذا تصرف خاطئ. خص الناس يقلعوا عن هذا التصرف، الناس يردوا البال صحتها. ملي وصل لتضخم البروستاتا، يعني حنا هضرنا على الناس المسلمين، هذه الامراض كتظهر عند الناس المسلمين، كتظهر عندهم يعني بعد 60 سنة. علي الآن بروستاتا ولات مضخمة عند الناس ديال 45 سنة. لأن علاش؟ لأن من قبل كانوا الناس يأكلوا اللحم مرة في الأسبوع، دابا الناس كيأكلوا اللحم مرتين في اليوم. من قبل كانت البروستاتا كتنفخ على 70-80 عام، دابا البروستاتا كتنفخ على 45 عام. عادي بالنسبة لنا احنا في علم التغذية وعلم الأغذية، هذه المسائل الآن الحديثة، هذه أشياء عندنا عادية، عادية عادية جدا. أن الشخص يأكل اللحم ليل نهار بدون نبات، يعني الألياف ناقصة، هذا عنده جميع الأعراض، عنده أمراض القلب الشرعي، عنده ارتفاع ضغط، عنده تضخم بروستاتا، ظهور التهابات على مستوى القولون. هذه بينة، هذه كنسمح لها رجل، هذه يعني قاعدة عندنا في علم التغذية. ملي كيكونوا الألياف ناقصين، الشحوم طالعين، كيكون الحصى في المرارة، كيكون انتفاخ البروستاتا، كيكون التهاب في القولون، معدة كذلك، نعم يا شيخ، وكيكون عندنا مشكل دائما في القلب والشرايين، مع هما اللي كياخذوا الضربة الكبيرة ديال الأثر ديال الشحوم والكوليسترول. هذه الناس ينتابوا عموما. هاد السيدة إلا سمعت لنا هاد النظام اللي كتعمل، إلا السيد نقصوا لي الشحوم الحيوانية، ماشي ما بروتين، ياكل بروتين بحال السمك بحال القطاني بحال الحبوب بحال اللوز بحال القرقع، عاد مثلا كلها ياكلها ما عندوش مشكل. تكلمت على الخبز واتاي الحسوه الحريره اللي صالاد كل شيء ياكل ما عندوش مشكل. يحبس الشحوم الحي كل شيء الحيوان، جميع الحيوانات بما في ذلك الدواجن، الدجاج والبيبي والغلمي والبقري والمعزي، يعني الشحوم الحيوانيه مع الكوليسترول، يزولوا لي هاد الحاجه المقليه في الزيت، وهادشي الاكلات السريعه وهاد المسائل هذه، المشروبات الغازيه والمواعيد هذه. هذا انا مريض، هذا السيد مريض وعامل الشيميوثيرابي وعامل الاشياء هذه، فخاص الاكل ديالو يكون قوي، يكون قوي، يكون نباتي، يكون طبخ المنزل، يكون زيت زيتون، يكون اشياء قويه، غادا تساعده اكيد، غادا تعطل ليه المرض، بعدا غادا تعطل المرض، يعني الميتاستاز ان شاء الله نتمناه ما وصلهاش. يعني وفي نفس الوقت ملي كتكون المناعه ديالو جيده، حتى الشيميوثيرابي كتعطي مفعول. ملي كتكون المناعه منخفضه، طبيب ما يقدرش يعمل شيميوثيرابي. هنا الناس يعني كنفهموهم شنو معنى النظام الغذائي الجيد. راه حتى في العلاج خاص يكون نظام غذائي، ولكن النظام الغذائي الجيد راه ماشي هو اللحوم. النظام الغذائي الجيد هو طبخ المنزل، هو اشياء نظيفه، هو اشياء يعني يتجنب ما امكن الاشياء اللي يكون فيها تلوث. ان شاء الله نتمنوا ما يكونش مشكل. وعلينا هذا السؤال، هذا يعني السيده اللي تصنتت لنا، كان هذا السؤال هذا راه نطرحته انا، نيت هذا السؤال طرحته لانه هو اللي حاولت نجاوب عليه في هذا، لان هاد المسنين عندهم هاد المشكل هذا. ان شاء الله يكون خير، ونتمنوا الشفاء للجميع ان شاء الله، ونتمنوا الله سبحانه وتعالى ان يحفظ الجميع ان شاء الله يا ربي بالشفاء كما قلت دكتور. وفرصه للتوضيح اكثر ان البرنامج الهدف منه هو الفوائد الصحيه اللي غادي تخليكم بعاد على هاد الامراض اللي كنحاولوا ما امكننا نسلطوا عليها الضوء في البرنامج. دكتور محمد الفايد كيبغي يفيدكم اكثر ما هو صحي ومفيد وسليم في التغذيه ديالكم، ماشي الغرض من الاتصال ديالكم انكم تشخصوا الحاله عبر الاثير او لا الدكتور يعطيكم الحاله، ممنوع هاد القضيه هذه. وحنا ما كنشخصوش، لان دوسي الطبيب راه الطبيب بحد ذاته كيشخص الحاله مباشره وكيكون تشخيص غلط، فما بالكم عبر الاثير وعلى الراديو. فرجاء كل الرجاء تستفدوا من معلومات، عندكم سؤال في التغذيه ديالكم، عندكم مرض معين وتبغوا تعرفوا التغذيه المناسبه لهذه الحاله ديالكم، مرحبا والدكتور رهن الاشاره. اما التشخيص عبر الاثير فممنوع كليا. وشكرا لكم جميعا على التفهم. تفضل دكتور.
تفضل دكتور إذا عندك إضافات باش نختموا تغذية نعم سليمة للرجال المسنين. نعم أكيد لا، لأن الناس تعودوا، هذه توضيح نعم. الله يجزيك بخير، هذا نعم. توضيح جيد، لأن الناس تعودوا كيسولوا في بعض القنوات وفي بعض البرامج، تعودوا يسولوا هذا المتدخل نعم. قالوا أنا عندي واحد المرض قول لي اش ندير، وتعودوا ياخذوا خلطات ووصفات مباشرة من بعض البرامج، ولا حتى يعني كما قلتي تشخيص المرض في هكا بالهاتف لا يمكن. هذه أشياء غادي نكذبوا على الناس نعم. ومن الشروط ديال هذا البرنامج هذا، من الشروط ديالو أننا ما نعطيوش معلومة مغلوطة، وأننا ما غادي الناس يعني حتى ولو الناس إيش حضور في ذلك، ويعطيك الخطة اللي غتمشي عليها في العلاج ديالك أو في الحالة ديالك. فكنت منولك إحنا غير كل الشفاء إن شاء الله. لك الكاملة الكلمة دكتور، تفضل دكتور إذا كانت عندك إضافات باش نختموا هذا اللقاء، تفضل. علي العموم إن شاء الله هذا الموضوع علاقة الأمراض يعني بالنظام الغذائي، وعلاقة الأمراض بالحالة النفسية، وعلاقة الأمراض بالشروط التي يعيش فيها الشخصية، علاقة الآن ثابتة، علاقة ثابتة. فإن شاء الله نحن اللي نوصل المواطن أننا عندنا أشياء في المغرب الحمد لله جميلة، وأن عندنا تغذية مغاربة، عادات الغذائية المغاربية وليس المغربية، العادات الغذائية المغاربية عادات جيدة وعادات سليمة. احنا غنحاولوا من خلال هذا البرنامج على كاب راديو اننا نعرفوا كذلك بالنظام الجديد، ماشي هو ماشي نظام جديد ولكن نظام مع الاسف ما تنشرش، اللي غنحاولوا نشروه على راديو على كاب راديو هو النظام المغاربي، يعني هذه العادات المغاربيه، لان هذه الدول هذه كتستهلك القطاني وكتستهلك الحبوب، كتستهلك الفواكه الجافه والفواكه الطريه، وعندها زيت الزيتون، وعندها اشياء جميله، وعندها نظام خاص بها، لان الناس عرفوا الميديتراني هذا النظام المتوسطي او الريجي ميديترانيا، تعرف علاش، لان داخل في اسبانيا واليونان وايطاليا الى اخره. فالنظام المغاربي مع الاسف ما منشورش، لان الباحثين ديال هذه الدول هادو يعني تقريبا دخلوا في النظام المتوسطي، وهو نظام يعني خاص بهذه الدول هذه، هو النظام احسن من النظام المتوسطي، النظام المغاربي احسن من النظام المتوسطي. غنحاولوا ان شاء الله نعرفوا به باش الناس يبقاو على يعني هذه يعني العادات الغذائيه المغربيه الاصيله ان شاء الله. كل هو باتريمون علي، ما نبغوش نضيعوا احنا هذه الاشياء اللي داخله في المجتمع ديالنا، واللي تعتبر داخله حتى في علم السوسيولوجيا، علم الاجتماع المغربي. عندنا نظام غذائي جميل جدا وصحي كما قلتي دكتور، خصنا فقط نرجعوا له ونسترجعوه كل ما هو قديم وطبيعي في المواد اللي كانوا كيستهلكوها الاجداد ديالنا والناس القدام. معنا اخر اتصال باش ما نحرموش من هاد الفرصه. السلام عليكم. السلام عليكم. لالا مرحبا، عندنا وقت قصير، حاول تستغلوا بسرعه وطرح السؤال ديالك، تفضل. بغيت نسقسي، انا سيد عندي 56 سنه وكنعاني من الالم في الركبه، بغيت غير نعرف واش الرياضه بالنسبه للسن ديالي، واش من رياضه ندير، واش من اللي ما تقدرش تألمني، وعاد ورغم داك الشيء بغيت نسقسي على التغذيه. وشكرا للاستاذ. نعم. شكرا لك. نعم نعم اكيد اكيد الرياضه جيده، اكيد الرياضه جيده، ولكن تحاول تشوف هذه السيده الوزن، اذا كان عندها وزن زايد طبعا غادي يكون المشكل في الوزن ماشي في الركبه، ماشي الم المفاصل. اذا كان الوزن جيد، اذا كان عندها وزن جيد خفيف، الرياضه جيده، والرياضه هي احسن عامل بالنسبه لهذا الالم هذا، مع تجنب الاشياء اللي كتخلي الدوره الدمويه تقل، اللي تكلمنا عليها في الحلقه الفايته بالنسبه للنساء، اللي هي الشحوم الحيوانيه، وتحاول هذه السيده هذه ما امكن حتى الوجبات ما يكونوش وجبات ثقيله، ما تكونش وجبه كبيره، تكون وجبات جيده خفيفه، وان شاء الله فيها كثره النبات، كثره النبات، لان النبات فيه بوتاسيوم وفي الاملاح وفي الالياف وفي الفيتامينات في المضادات للاكسده، هذا النبات كيحفظ من هذا الالم هذا، ماشي خلطه، النظام الغذائي النباتي ماشي النباتي 100%. احنا ما كنحرموش مع حل الله، ممكن تاكل اللحم مره مره، ممكن تاكل سمك، ولكن ما يكونش اعتيادي، ما يكونش يومي. نعم ان شاء الله ما نظنش يكون عندها مشكل، نتمنى ان شاء الله ان الحاله ديالها تكون بخير. وتحية طيبة لكل المستمعين الكرام، وغنبقاو معاهم في هذا الوقت، يعني البرنامج تحول حتى من 12 و 40 ان شاء الله 2 و 5 ان شاء الله، نبقاو معاهم ونتمنى وان شاء الله
نعطيه إفادة المواطن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لك دكتور محمد الفايد. إذا ملقانا يوم الخميس بإذن الله مع موضوع جديد 12 مباشرة على أمواج إذاعة كاب راديو. إلى اللقاء.